بس ما تجيش منك دي قفاش، ده انت طول عمرك ابو المفهوميه والحداقه، عيلين زي دول يستغفلوك. ما تقولش كده يا جباس، هياخدوا جزاءهم. احنا هنخلص عمليتنا وهيبقوا هم اول توصيله نوديها ليبيا مجانا ونسيبهم هناك. طب يلا انا هخش احفر جوه عشان احط شويه متفجرات كمان، الشغل كتير وعايزين نخلص بسرعه. تعالى معايا نورني. سمعت يا بكر؟ بيقولوا هيحفروا نفق لحد ليبيا يهربوا فيه آثار وسلاح. احنا شكلنا وجعنا في ايد عصابة خطيرة بجد. عارف انك جعانة يا رشيدة، بس هعمل ايه؟ ايه ده؟ يا سلام عليك يا بكار، انا فعلا لما ببقى جعان ما بفكرش هاكل ايه، ببقى عايز اي حاجة زي دلوقتي كده. شكرا يا رشيدة. بس احنا في صحراء وفي كهف غريب كده، والسياح بيجوا عنده وعلى الحيطان بتاعته في رسومات حلوه قوي، واللي جابونا هنا واحد اسمه الطفاش والتاني اسمه الجباس، ومعاهم متفجرات كتير جدا. حاضر حاضر، هسيبه مفتوح. هتسيب الكهف مفتوح ازاي؟ الموبايل يا فارس، ده ظابط وبيقولي اسيب الخط مفتوح عشان يقدروا يحددوا مكاننا. على بال ما يعرفوا هنكون بجينا في ليبيا. الو؟ ايوه يا فندم. ايه؟ فين؟ فورا يا فندم، هاخد قوه واتحرك على هناك فورا. في حاجه يا فندم؟ انا هنزل عند كمين الشرطه وكمل انت مع السياح للفندق. في عصابه خطيره واضح انهم خاطفين اولاد ومستخبيين في كهف السباحين. دول طفاش وجباس. اها، انت مش خواجه يا عم؟ ايوه خواجه، بس انتربول دولي. انا جيت مصر متخفي عشان اكوبودي على عصابه كبير او زيافر نفق بين مصر وليبيا وبيعمل عمليات تخريبيه كبير في العالم. شكرا حضرت ضابط، انت ساعدت بوليس دولي. انا كان زعلان عشان فاكر عملية فشلت. الو؟ ايوه يا فندم. قابلته، لسه متعرف عليه حالا. حاضر يا فندم، هتعاون معه طبعا. اجري يا فارس، لو هتقفل الموبايل جوه بسرعة قبل الكهف ما يتحدى علينا. انا سمعته بيقول ان كان في سياح هنا، يلا يمكن نلحقه. براك يا جباس، ايه المية دي جت منين؟ معرفش، يلا بينا نلم الحاجات ونخرج بسرعة. ولا ولا استنى عندك هو يا ولا. يا فارس لا، انا ما بعرفش اعوم في الرمله، لازم اطلع من هنا. ما تتحركش خالص، كل ما تتحرك زياده الرمله هتبلعك اسرع.